طبعا بيزيدني فخر اني فلسطيني ودمي اصلا جزائري. يا قسنطينه في قلب ام الحواضر روايات وقصص نقشت على الصخور والجسور المتراميه بين اوديه قسنطينه التي تجدد العهد مع ام القضايا فلسطين في كل مناسبه تشهدها المدينه، ليجعل منها الجمهور القسنطيني منبرا صادحا بصوت الحق. احنا هنا في قسنطينه لم نشعر ابدا باننا غرباء على هذه البلاد، يعني لطالما الجزائر وفلسطين تعتبر دولة واحدة. عندما جئنا إلى الجزائر لم نشعر أبدا بالغربة، ولم نشعر أبدا أننا في بلاد أخرى، بل أننا في بلادنا. أبناء فلسطين اتخذوا من الجزائر ملاذا آمنا، ومن مدينة العلم والعلماء قسنطين منهلا لكل العلوم التي جادت بها سيرتا على سائر الوافدين عليها. ما بين بلد المليون والنصف المليون شهيد وبلد المسجد الأقصى المبارك صرخة صادقة ومعبرة توارثتها الأجيال الجزائرية، إذ ما زالت تلك المقولة تهتف في آذاننا وآذان جميع الفلسطينيين: نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. ولاية تحب الشعب الفلسطيني ويتداولون القضية الفلسطينية، فيش فعالية ولا احتفال إلا وتثقف فيها فلسطين. نعرف باللي من قبل يعني الشعب الجزائري مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، بصح كي جيت للجزائر وبالأخص ولاية قسنطينة شفت حبهم إلنا وبشكل كبير، الله يبارك، وتعايشت معاهم وعشت معاهم ودرت أصحاب جزائريين وعشت معهم في الدور وشفت الثقافات الحلوة تبعتهم، وما شاء الله يعني حاجة كثير مليحة. قسنطينة تعيش اليوم بطولة أمم إفريقيا للمحليين ببنية تحتية متميزة وجمهور مميز أعطى البطولة حرارة وحماسا ألهب الطقس القارس الذي تعيشه المدينة، وشعارات مساندة فلسطين تدوي في الملعب حتى يتبادر لكل من يتابع المشاهد أن منتخب الفدائيين يلعب في ملعب الشهيد حملاوي. شكرا للشعب الجزائري لأننا لم نشعر أرواحنا في يوم من الأيام غرباء، بل إننا جزء من هذا الشعب العظيم، وإن شاء الله الجزائر بالملاعب هذه وبالأجواء الرائعة تقدر تستضيف الكان 2025، وإن شاء الله نقدر ننافس على أشياء أكبر من هيك. وشكرا للجزائر شعبا وأرضا، وإن شاء الله مربوحة إن كأس الأمم. على العهد باقون، فلسطين الأبية في رحاب الجزائر لا تهون، وفي قسنطين مهوى الأفئدة تتجلى صورة فلسطين الراسخة في عقول وقلوب كافة الجزائريين. إذا بغيت